إذا دخل العبد إلى المسجد الأصل أن يتقدم الرجال إلى الصفوف الأولى ويتأخر النساء. أما ما يصنع البعض هدانا الله وإياهم من النظر في الساعة، النظر في التليفون، الحديث، هذا العمل ليس بصحيح. ندخل إلى المساجد ونعلم أنها بيت من بيوت الله، بنيت حتى تكون عامرة بذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وخراب المساجد يكون إما خراب حسي أو خراب معنوي.